من التقرير اللطيف ده الحقيقه اللي احنا شغالين دلوقتي بقالنا فتره على موضوع مثلث ماسبيرو، هيتطور ولا مش هيتطور، يعني قصه طويله وممتده وكل حاجه. وانا بسال السؤال كل مره لما بنصور في حته من اللي فيها انين للناس، سؤالي هو هل الناس عندها استعداد انها تتطور فعلا؟ هل عندنا استعداد ان احنا نوصل لحاله فيها ان اتنين يكسبوا، يعني انت تكسب والحكومه تكسب، او ولا مفيش استعداد؟ ازاي ممكن نطور شوارع ضيقه، بيوت متهدمه؟ هل عندك استعداد تخرج وتاخد شقه اوسع والارض دي تتقيم؟ هل عندك استعداد تاخد نص ثمن الارض وتشارك بالنص التاني في شركه تدير هذه الارض؟ الافكار الخلاقه اللي احنا محتاجينها علشان خاطر يحصل تطوير حقيقي. ايه اللي بيحصل في مثلث ماسبيرو؟ ايه اللي بالظبط اللي الناس عايزاه في هذا المثلث؟ وفي التقرير اللي جاي بنعاني بس من البيوت ضعيفة. ليه كانوا منعنا ان احنا ننكس؟ كل ما نيجي ننكس يقول لك لا ده في قرارات ان انتوا ما تنكسوش، احنا هنهد البيوت. بيوت تعبانه وبننكسها على قد ما نقدر عشان عايشين فيها. هنروح فين يا بنتي عشان نروح ناخد شقه بره؟ عايزين خلو مننا قد كده. البيوت كلها واقعه، بتوع لوحديها، وفي ناس بتموت، وكان في كذا حادثه قبل كده من كام شهر، من 6 7 اشهر. بيوت ضعيفه مجرد من غير زلزال بتقع، يعني كل شارع خش كده تلاقي فيه 5 6 ماتوا في بيت. احنا بيتنا طبعا حضرتك لو جيتي معايا بيتنا دايب خالص، بس احنا عاديين ما باليد حيله. هنا البيت انا مثلا بدفع 15 جنيه، في ناس بتدفع 3 جنيه، في ناس 5 جنيه، لكن انا بره هدفع كام؟ عايزين نسكن في منطقتنا، يجددوها هم، يصلحوها، يعملوا لنا مساكن ونقعد في منطقتنا عشان لقمه عيشنا هنا. بس ما اقدرش ادفع ال 200 200 ما اعرفش كام اللي قالوا عليه، وال 60 متر مش عارفه كام، 400 وايه، وال 70 متر مش عارفه 500 وكام. منين يعني؟ طلعني ببلاش، تحطني بفلوس، وانت اللي مستنفع بالارض، وانت اللي عايزنا نمشي. انا ساكنه دلوقتي في البيت دوت اهدورين، ساكنه فيه ب 3 جنيه. ازاي انا ادفع مع المبلغ ده؟ ازاي ادفعه؟ اكل منين واشرب منين؟ بعين الارض من 50 سنة واحنا فيها، والارض بتاعتنا من مئات السنين. ما اجيش اخدها منها عشان استثماري غريب؟ يا ريت حتى ابن مصر نقول ماشي نشيل بعض، ده غريب. يعني حتى لو 400 جنيه مش هندفع ايجار، لو 700 جنيه مش هندفع ايجار، 1000 جنيه برضو مش هندفع ايجار، لانها ديت حتتنا عن اهالينا وعن جدودنا. طب قولي لي، انا واحد زي حالاتي شغال لوحده وراجل كبير، هجيب منين دوت؟ يعني برضو يبصوا لنا بعين الرحمه، مش عارف. انا مع التطوير ومع يعني، والناس كلها هنا تعبانه، مش اقول لك مش تعبانين. انا دلوقتي راجل شغال هنا وشغلي في الوكاله، يوم ما المحل بتاعي مش هنا، المنطقة تتشال، المحل بتاعي يبقى فين؟ هروح اقعد فين؟ هم هنا لو خدوا مثلا ربع الارض، يعني احنا خدنا ربع الارض هياخدوا هم 3/4 بملايين، لكن هم طماعين عايزين كله ويرمي الناس دي بره. دي مش ناس، دي ترموا، حرام. ليه مش ناس؟ ليه احنا؟ يمكن تلاقي فينا احسن من اي حد. مش عاوزين نمشي المنطقه اولا، احنا عاوزين لا يدونا تصريح بالبنى، لا يطوروا لنا المنطقه، ونقعد في عيشه كويسه هنا، نعيش في مكان حلو، نضيف هنا، بس ما نستغناش عن هنا، لان المواطن البسيط خلاص تعب نفسنا. العداله الاجتماعيه تنزل من على يافطه مكتوبه على ورقه كرتون للارض. ما نطلعش من هنا، ان طلعنا من هنا هنموت بالعربي. طبعا
طبعا هما في جزء عندهم حق الناس، لانه ده انت خطوتين تبقى في التحرير، ها خطوتين تانيين تبقى على الكورنيش، خطوتين كده الاسعاف ودار القضاء العالي. يعني انت بتتكلم عن منطقه خرافيه في يعني تقريبا دي اغلى منطقه ارض في مصر، ومساحه كبيره جدا وواسعه وفيها امكانيات، ولو حصل فيها هد وبنى هتبقى مختلفه تماما المنطقه دي. لكن ما ينفعش يبقى اللعب على الطمع، لان دي خدوا بالكم دي بيوت بناها ناس ومتاجره، يعني ما هماش ملاك رئيسيين، يعني مش مثلا ده مالك البيت فهيقيم البيت بالارض فيطلع له فلوس كتيره مثلا فهيروح، لا ده مالك البيت هيجي متعلق في رقبته واحده واخده الشقه ب 3 جنيه يعني من زمان جدا ب 3 جنيه وعلى قدها غلبانه، فازاي هي تسيب شقه ب 3 جنيه تروح تدفع 200 جنيه مثلا ايجار في اكتوبر او في الشروق؟ هنا الحاجات دي لازم تدرس من زواياها المختلف، انه في البيت ليه مالك وبعدين في مؤجر، والمالك ده مش هيقدر يتصرف في البيت غير لما المؤجر ده يوافق لانه في قوانين، ومش هنرمي المؤجرين دول في الشارع. فالموضوع ملعبك، وهو عايز حاجه مهمه جدا قالها واحد من اللي في التقرير الحقيقه، انه مش عايز طمع، يعني ما بقاش فيه طمع، ما تبقاش انت داخل عايز تقش كل حاجه، لا اعرف احتياجات الناس دي ايه واقعد ادرس حاله بحاله وعوض الناس تعويض حقيقي، او شوفوا عدد البيوت دي قد ايه. ده انا متهيألي 4-5 عمارات ممكن ياخدوا كل اللي في البيوت دي لانها بيوت صغيره. ايه الحل؟ ما اعرفش، مش بقول مش مهندس انشاءات انا ولا مخطط عمراني، لكن بتكلم انه ممكن يكون في حلول تتحل فيها كمنطقه عشوائيه وثروه مهمه جدا عقاريه تضاف ايضا لرصيد مصر، يستفيد منها الناس وتستفيد منها الدوله ويتغير فيها شكل مصر. فمهم دراسه حاله بحاله، ومهم ما بقاش في طمع. بعد الفاصل هتكلم قليل جدا جدا واسمع معاكم كتير اناشيد وترانيم كلها في المحبه الالهيه وفي محبه بلادنا وكلها تعبدا في الاله الواحد بعد الفاصل.